طيب أخيرا أختم وأرجو أن لا أكون أطلت كثيرا وأسهبت، أختم بقضية ربما يعني ما قد يروق أو يطيب أو يبدو ربما أيضا لبعض الناس أنه تحول إلى نزعة شبه طائفية في خطاب عدنان إبراهيم. ما هذا الحديث الجديد عن قضية السنة ووضع السنة في العالم، وضع السنة في العراق والشام والمملكة، إيه المفروض أن تكون حامية إيه أهل السنة في العالم؟ أليست هذه نزعة طائفية مما كنت أحذر منه؟ وأنا أقول أيضا بملء الفم وملء الإدراك والوعي، اللهم لا، لست طائفيا، لم أكن بفضل الله، وهذا كلفني الكثير، كوني لم أكن طائفيا كلفني الكثير. يعني ربما الأساس الأكبر وراء اتهامي المستمر بأنني متشيع وبأنني عميل لإيران وبأنني مدسوس على هذه الأمة وبأنني وهذا كله يعلم الله وأشهد الله من فوق سبع سموات أنه كذب وافتراء محض، ولو كنت شيعيا، أنا لا أكفر الشيعة، لو كنت شيعيا لصرحت بهذا، لأنني لا أكفر الشيعة، هم مسلمون، إذا أنا مسلم، ما المشكلة يعني؟ لكنني لست شيعيا، لماذا أكذب عليكم وأكذب على الله وأكذب على نفسي؟ لست شيعيا. كان المبرر ربما والسبب الأكبر ورائي يعني مواصلة اتهامي وقذفي بهذه التهمة أنني لست طائفيا، أنني لم أكن أرضى بأن أحرض يا إخواني على إخواني الشيعة في العالم وفي العالم العربي، اقتلوهم، الروافض، الكفار، الزنادقة، لا، لم أفعلها ولن أفعلها، وأنا على موقفي، إخواننا الشيعة مسلمون موحدون استكملوا أركان الإسلام وأركان الإيمان وأكثر من هيك وغير هيك ما بقول بفضل الله تبارك وتعالى، واضح؟ هذا موقفي، جميل. لكن ما الذي يعني ينبغي أن يقال هنا؟ في فرق بين موقف من الطائفة وفرق بين موقف من الطائفية. أنا مع الطوائف، وعشان أكون واضحا أيضا مع كل جمهوري، أنا يا سيدي مع كل إنسان في وطنه بأن تكون له حقوق كاملة، شيعيا كان، سنيا أو حتى شيوعيا ملحدا. أنا أؤمن بالدولة الوطنية الحديثة التي لا تمارس الإملاء العقائدي على مواطنيها، أؤمن بهذا وأدرك أن هذا هو الحل، والحل ربما الوحيد لهذه الأمة في هذا العصر. انتبهوا، لا تقص على عصور مضت، في العصور الماضية يعني هذا الغرب حين كما يقال خرج من شرنقة اللعنة الدينية والطوائفية، خرج إلى حل واستفالية، أنه لكل ملك شعبه، ولكل ملك وملكته دينه، معناها هذا كان حلا، يعتبر إيه حلا كبيرا في ذلك. هذا الحل حتى اليوم غير مقبول، أصبح غير مقبول. على كل حال لن أسب في هذه النقطة الجدلية والخلافية، فأنا أطالب بحقوق متساوية لجميع المواطنين أيا كانوا حتى الملاحدة، لأنه هذا ما تعطيه دولة فعلا وطنية حديثة. نحن نعيش الآن في هذه الدول التي تعطينا هذا بفضل الله تبارك وتعالى، وممارسيننا على أحسن وجه يكون، دون نفاق، دون إرهاق، دون إملاء، الكل يفعل هذا ويفعل هذا من شاء. إذن في فرق بين احترامي لوجود الطائفة أو الطوائف، تدل على خصب، على تنوع، وهذه طبيعة الخلاف البشري، وهذا مراد الله القدري في الأمم. لكن في فرق بين الطائفية، ومعنى الطائفية يا إخواني أن تجعل الإطار والأولوية، الأولوية المطلقة دائما للطائفة، أن تبدي الطائفة على الوطن، تبدي الطائفة على الدين، حتى تبدي الطائفة على كل ما ينبغي أن يعد أكبر منها وأوسع منها. هنا المصيبة، هنا الاختلال، هنا التناقض. فأنا مع الطوائف ولست مع الطائفية، مع أنني أنتمي إلى الطائفة السنية، إلى 1,500,000,000 مسلم سني حول العالم، ومع ذلك لم يغرني هذا ولم يدر رأسي، لم يسكرني لكي أقول لا 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 أنا مع الطائفية، لأن طائفيتي حين تكون إيه هي الطائفية السنية فهي واسعة جدا. لست بالأبلة ولست المغفل لأقول هذا، لأنني أعلم أن المنطق الطائفي يأكل نفسه. يعني حتى إذا انحزت أنت إلى الطائفية السنية، سترى في نهاية المطاف أن 90% من السنة صاروا خارج الطائفة، ومطلوب إلغاؤهم ومطلوب إخصاهم أيضا، وهذا ما عشناه وما نعيشه. أنا أوعى من أن أتورط في مثل هذه الحماقة الظاهرة، واضح يا إخواني؟ طيب، ومرة أخرى أيضا كما قلت، ليس لي مشكلة مع إخواني الشيعة في كل البلاد العربية، حتى في إيران ليس لي مشكلة مع الشيعة في إيران، أنا عندي مشكلة في المنطق الطوائفي وفي السياسات التي تريد لعالمنا العربي باسم الطائفية أن يتمزق هذا العالم وأن يتشرذم، وأيضا باسم الطائفية وباسم هذه السياسات يراد أيضا لأهل السنة أن يذوقوا الأمرين، والويل
وأن يعيشوا يا إخواني الغربة في بلادهم كما يعيش بعض أهل السنة في العراق هذه الغربة وعاشوها، وكما يعيش أيضا بعض أهل السنة هذه الغربة في بلاد الشام. هذا المنطق اللعين، السياسة اللعينة هذه. وبين قوسين برضو بقولها عشان يعني أريح ضميري، وزير الخارجية العربي اللي قبل ربما أكثر طبعا من 10 سنوات ذممته وبلعنته، وأنا أستغفر الله، واعتبرت أنه كان مغرضا وأنه ربما جاهل وأنه يحرف وأنه يلبس حين تحدث عن خطط معينة عن هلال شيعي في عالمنا العربي، وأنا اعتبرت أنه يعني يمارس هذا التدليس عن عمد لكي يمزق عالمنا. طبعا بين قوسين هذا الوزير لا يزال حيا، وليس هو والله العظيم سعود الفيصل رحمة الله عليه. ولو كان سعود الفيصل هو ليس نبيا، ليس معصوما، لقلت أنا انتقدته وأنا الآن أشعر بأنني كنت غالطا أو أستغفر الله، لكنه ليس هو، فلن أكذب على نفسي. هذا الوزير لا يزال حيا، أقول له فعلا إن كان يسمعني ويفهم كلامي ويعرف أنه هو المقصود استغفر لي الله، قد ظلمتك، أنت كنت أفهم مني، أنت كنت أدرى مني، أنا كنت متحمسا بصدق لكن من غير دراية حقيقية، لأن الذي حصل في آخر سنوات واضح أنه يؤكد للأسف هذا الخطر الكبير. لذلك أنا سأوجه هنا أيضا رسالة من محب لا يتهم بإذن الله تبارك وتعالى بمنطق طائفي لإخواني الشيعة، أقول لهم اتقوا الله فينا واتقوا الله في أنفسكم، ولنتقي الله جميعا في إسلامنا، وأقول لهم كونوا جريئين، كونوا صريحين، كونوا واضحين، لا تتورطوا في تسويغ وتمرير أو في السكوت والصمت على أي خطط يراد لها أن تعلي منكم كطائفيين، يراد لها ويراد بها ومنها أن تنتخص من حقوق السنة في بلادهم وهم الأكثرية، لأن هذا يا إخواني والتاريخ يعلمنا عبر 1000 و1000 درس ودرس أن هذا سيرتد عليكم أنتم في النهاية بخسران عظيم في الدنيا طبعا وليس في الآخرة فقط، بخسران عظيم. فهذه نصيحة محب ومشفق وصادق معكم فيما يرى. طبعا منعني أن أتكلم بمثل هذه القناعات، ويعلم الله أنني أنطوي عليها منذ سنين يسيرة، وخاصة بعض المعارك الأخيرة التي حصلت في العراق والشام، لكن كنت أخشى أشد الخشية من أن أتهم بأنني أصبحت ذا نزعة طائفية. هذا الذي يعني كمم فمي كما يقال، أسكتني وأصمتني، لكنني رأيت في موقفي هذا جبنا لا يبرئ ذمتي أمام الله ولا يريح ضميري، وفي نفس الوقت لا يشرفني، وكان ينبغي أن أتحدث بما أفهم. أصبت في هذا الفهم أخطأت، لكن بما أفهم بما أعي وبما أرى حقيقة وأحس كان ينبغي أن أتحدث، وقد تحدث. ولذلك أختم بما ذكرته قبل بضع سنين على المنبر وأكدته أكثر من مرة، ليس لهذه الأمة بالذات، ليس لعالمنا العربي من حل ولا من جاء يا إخواني صدقوني إلا في إقامة دول حديثة على أساس من المواطنية الصالحة الصادقة الموفورة المكرمة. بعد ذلك إن أكرم الله تبارك وتعالى وأعز، وهو على فكرة هذا في اللحظة هذه سوف يبطل مخطط تقسيم الوطن العربي، مخطط جاري للأسف، جاري تنفيذه، وفي نية كما يقول، مش نية أبدا، في إصرار عنيد على إنفاذه. الحمد لله هذا المخطط أفشل في أكثر من بلد عربي، أفشل طبعا في مصر بشكل واضح الحمد لله تبارك وتعالى، أكيد الآن هو فاشل في السعودية، وإن شاء الله يبقى فاشلا، فاشل في الدول الأخرى كلها بفضل الله، وإن شاء الله يبقى فاشلا. لا، الخيار أن تستمر هذه الدول، تستمر هذه الوحدات السياسية أو الجيوسياسية يا إخواني، تحدث نفسها، تصلح من أوضاعها، توفر الحقوق فيها المواطنين كما قلت، نعم، تتعلم من تجارب التاريخ الحاضر والماضي، ولعل الله في وقت قريب غير بعيد ييسر وحدة بينها كالوقت الاتحاد الأوروبي، يستفيد منه الجميع ولا يتضرر منه أحد بإذن الله تبارك وتعالى. لكن التهويم يا إخواني، التهويم بطريقة الإسلام السياسي الشيعي أو السني وإقامة دول على أسس دينية أو طائفية، أبدا الوصفة الأكثر نجاعة في تدمير هذا العالم تماما والله، بحيث لا يبقى فيه لا يبقى فيه حجر على حجر. هذه قناعتي وهذه رؤيتي، وأسأل الله تبارك وتعالى يعني ألا يؤاخذني إن أخطأت أو تجاوزت على أحد أيا كان هذا الأحد. وأيضا في الوقت نفسه أنا متصدق بعرضي على جميع إخواني المسلمين، مسامح كل من وقع في عرضي أبدا،
لأن لنا جميعا موقفا بين يدي الله تبارك وتعالى. من أحبني، من استفاد مني بحرف يوم الأيام ودعا لي وأحب إيه يعني أن يكافئني وأن يجزيني، فليدعو لي بهذه الدعوة، أن يرزقني الله سر الصدق والإخلاص، وأن يثبتني على ما يرضيه تبارك وتعالى من الاعتقاد والقول والعمل، وأن يجعلني رحمة لنفسي ولمن أحبني من إخواني وأخواتي، وألا يكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا الذي أرجوه وأبتهي إلى الله به تبارك وتعالى. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.